يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا. ومن أخبارنا اليوم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد سلمان بن عبد العزيز آل سعود، احتفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ليلة البارحة بتخريج آلاف الخريجين والخريجات من برامج البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية لعام 2023. الحفل اللي شهده المسؤولون وأقارب أهالي الخريجين والخريجات اشتمل على عرض مرئي عن تطور الممارسة المهنية الصحية في المملكة، فيما أدى الخريجون والخريجات القسم، وتم التقاط أكبر صورة جماعية بهذه المناسبة. خلونا نشوف تفاصيل هذا الحفل مع فهد بن جليد. لحظة الحصاد في حياة أهل التخصصات الصحية غالباً لا تنسى. الآباء والأمهات يشاركون الخريجين الجدد فرحتهم. ليلة البارحة احتفى الوطن بتخريج 9552 خريجاً وخريجة من برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية في الأول بارك. اليوم احتفينا بكل الخريجين في جميع التخصصات المتعددة، وكان من ضمنها التخصصات الأكاديمية والبورد السعودي وتخصصات متعددة، يساهمون حقيقة في الوصول إلى مستهدفات المملكة في الوصول بعمر الإنسان بعون الله إلى 80 سنة، ويساهمون أيضا في مكافحة الأمراض المزمنة، ويساهمون في العلاج في تخصصات متعددة. حظيت برامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وحفل التخرج اليوم برعاية كريمة من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين. البرامج هذه منتجات وطنية بامتياز. برنامج البورد السعودي هو برنامج وطني ومنتج وطني بامتياز، برنامج تنافسي، يعتبر برامج تنافسية تقدم لها حوالي 58 ألف متقدم خلال 4 سنوات الماضية، لهذا السبب حظيت بهذا الاهتمام. فرحة غامرة وإنجاز كبير له أثر ملموس في تحسين صحة المجتمع، فتخريج هذه الكوادر الوطنية الغالية يسهم حتما في مسيرة التحول في القطاع الصحي وتحقيق مستهدفات رؤيتنا الملهمة 2030. فرحتنا ما توصف، وأشكر أمي وزوجي وأهلي وأهل زوجي كلهم اللي وقفوا معايا، وشكرا لكم جميعا. مشاعر فرح وامتنان وفخر واعتزاز بإني ابن لهذا الوطن أولا وتحت حكم هذه القيادة الرشيدة. شعور صراحة لا يوصف، وخصيصا اني قادره اني احط بصمه اني اساعد في المجتمع هذا، واني اكون بصمه خير ان شاء الله. طبعا احساسي لا يوصف اليوم بسبب التحديات اللي واجهتها، والحمد لله اخيرا وصلت للمكان اللي انا فيه الان. لله الحمد اننا اليوم واقفين بفضل جهود الوطن العظيمه في مكافحه جميع الجائحات. تشعر بالفخر والاعتزاز وانت تشاهد مدرجات هذا الاستاد الرياضي وقد غصت بالأطباء والممارسين الصحيين الجدد ليتم التقاط أكبر صورة في العام 2023، لتعني هذه الصورة الكثير وتؤكد أن خدمة الوطن والمواطن بل ورعاية الإنسان على أرض المملكة العربية السعودية هي رسالة كل طبيب وطبيبة. وأكيد نقول لهم مبروك التخرج، ويعني مرة لحظات حلوة أنه يكون هذا التخرج بحضور أهاليهم ويكونون مبسوطين أكيد.